الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الأنبياء لا يؤثر في عقولهم السحر، ومما يستحيل عليهم تأثير السحر في عقولهم، فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر السحر في عقله، وإن كان قاله من قاله. وأما تأثير السحر في جسد النبي فقد قال بعض العلماء إنه جائز، إذ ورد أن يهوديا عمل السحر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتألم الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك، لكن لم يؤثر في عقله. والرواية رواها البخاري وغيره. وقال الرازي في تفسيره: فأما ما روي عن وهب أنهم سحروا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخيل ذلك، مستدلا بقوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، وبقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا غير جائز، لأن في ذلك الوقت وقت إظهار معجزة والأدلة وإزالة الشبه، فلو صار بحيث لا يميز الموجود عن الخيال الفاسد لم يتمكن من إظهار المعجزة، فحينئذ يفسد المقصود. فإذا المراد أنه شاهد شيئا لولا علمه بأنه لا حقيقة لذلك الشيء لظن فيها أنها تسعى. وآخر دعوانا أن الحمد لله.